اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية من فيسبوك، معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهرية. بهذه الجلسة خلينا نشرح فيها كيفية الاستفادة وكيفية إذا بدكم تطبيق الرسوم البيانية، أو خلينا نقول ترند لاينز أو خطوط الدعم والمقاومة على الرسوم البيانية. في البداية خليني أحذركم من المخاطر اللي موجودة عندي، وبكل بساطة اللي بدي أجرب لكم إياه بهذه الجلسة على إنه نحن نقوم بتحاليل تقنية مباشرة وتغطية مباشرة على معظم الأزواج والعمليات الرئيسية، أيضا نكون عم نستفيد من التقلبات والتحركات بأسواق المال. الاستفادة من خطوط الدعم والمقاومة أو الترند لاينز، بكل بساطة معظم المستثمرين أو المضاربين بسوق المال أو بأسواق المال بالوقت الحالي بفضلوا أنه ما يتداولوا كتير على الخطوط الدعم والمقاومة، بأخذ بعين الاعتبار أنه هذه الخطوط ممكن تكون تحاليل تقنية جدا بسيطة، وأنا ما نحن التحاليل التقنية البسيطة بوقتنا الحالي أتوقع أنه هي تكون الأنسب للتداول. شو الفكره اللي عم جرب اوصلكم اياها؟ انه نحن على طول اذا في حال بدنا نقرا كتاب، تمام، بدنا نفتح الفصل الاول من الكتاب تشابتر 1، بدنا نبتدي نقرا. على سبيل المثال هذا الكتاب هو عن البورصه، كيفيه اذا بدكم التعلم، او خلينا نقول كيفيه التداول، هذا هو عنوان الكتاب. بدنا نقرا الفصل الاول وبدنا ننتقل الى الفصل الثاني الثالث الرابع وصولا الى التحاليل التقنيه المتقدمه. فبهذه الحالة إذا نحن بناخذ statistics وأحصائيات لمعظم المضاربين والمستثمرين اللي بيعملوا تداول، وبنقول إنه 95% على سبيل المثال من المستثمرين أو المضاربين بيواجهوا صعوبة لجني الأرباح من أسواق الفوركس، يعني معظم الأشخاص اللي عم يتقدموا بالتعليم أو بالتداول أو بكل هول التقنيات اللي عم بقدم لي إياهم، إذا بتكون الإنترنت أو الكتب أو المضاربين أو المحللين عبر الإنترنت، كل الأمور اللي عم جربوا وصلنا إياها واستراتيجيات التداول هي خاطئة، تمام؟ طب شو في حال إذا أنا عم أقول لكم استعملوا التحاليل التقنيات البسيطة مثل الشموع اليابانية، مثل الترند لاينز، مثل خطوط الدعم والمقاومة، هل يا ترى ممكن يكون في عندي بعض الإفادة الظاهرة أو الواضحة على النتائج اللي ممكن نكون عم نتداول فيها أو على حسابنا التداول؟ خلينا نشوف أمامنا. إذا بدنا ناخذ على سبيل المثال اليورو دولار وكل هول التحاليل التقنيات والرسوم البيانية والمتوسطات المتحركة، كل الأمور اللي ممكن نضيف على الرسم البياني، ما في شك إنه نحن الخطوط الدعم والمقاومة هي أساسية جدا، تمام؟ هلأ بكل بساطة أنا كمحلل أو كمضارب إذا بدي أخذ بعين الاعتبار هذا الرسم البياني، بقدر أخذ أولا منطقة دعم ومقاومة اللي هي واضحة إنه أفقية، هيدي أولا. بقدر أخذ ترند لاين هابط بوصل أقله قمتين مع بعض على البعض، بأخذ ترند لاين هابط، وهذا الترند لاين الهابط بيعطيني إشارة على إنه إذا في حال إحنا عم نتداول فوق هذا خط الدعم أو فوق خط المقاومة أو العكس صحيح، بغض النظر. وممكن ايضا ناخذ بعض الباترنز والانماط اللي هي بتدل على اشكال مثلثات او خلينا نقول نفق ميل على انخفاض. راح اعطيكم مثل على اليورو دولار واشرح لكم عن كيفيه تحليل كل نقطه بنقطتها. في البدايه بدي ابتدي بخطوط دعم المقاومه، هذه المنطقه في البدايه هي منطقه افقيه بامتياز، ما في شك انه اليورو دولار محصور بمنطقه دعم ومقاومه، ما في شك انه التداول فيها خطر، اوكي؟ فنحن بدنا ننتظر بريك اوت او اختراق معين لنقدر نمشي مع السوق ان كان بمركز شراء او مبيع. فبهذه الحاله من المتوقع بهذه المرحله الافقيه انه نحن ما نتداول، اوكي، الى حد انه نشهد اختراق معين من خطوط الدعم او المقاومه لدخولنا بصفقه شراء او مبيع. تمام؟ هل هذه المرحله الافقيه على طول بالتحاليل التقنيه البسيطه او بالبيسك تكنيكال اناليسيس بتعطيني اشاره تلقب بالكونتينيويشن ترند او تكمله الاتجاه؟ طب تمام، تكمله، اوكي، الاتجاه. بهذه الحاله المرحله الافقيه اللي عم نشرحها تكمله اتجاه، يعني اذا في حال عندي اتجاه عام هابط من المتوقع تكمله الاتجاه الهابط من وراء اختراق اذا بدكم هذه المرحله الافقيه. هيدا بالنسبه للمرحله الافقيه. هلا المراحل او خطوط دعم المقاومه لما تكون على الاشكال التاليه اللي هي على شكل نفق ميل على انخفاض مثل هذا الشكل او حتى هذا الشكل، اوكي، اللي هو بكل بساطه بكون عندي تداول اذا بدكم انخفاض للسوق او تذبذبات، ومن ثم دخلنا بنفق ميل على انخفاض. هذا النفق الميل على انخفاض نحن عم نتكلم عليه ممكن يكون عندي اذا بدكم بعده اشكال. اول شكل اذا كان عندي تو بارل لاينز او خطين
متساويين اذا بدكم او متوازيين بهذا الشكل، نتوقع ايضا continuation trend او تكمله اتجاه الهابط اذا في حال نقطه او بدايه اذا بدكم الرسم بين هي كان هابط او الاتجاه عن هابط، نتوقع تكمله الاتجاه. انما اذا في حال كان عندي الخط بشكل pennant، يعني pennant يعني بشكل مثلث ميل على انخفاض، والسوق طبعا دخل بهذا المثلث، اوكي، هذا الشكل اذا بدكم او هذا البننت من المتوقع انه يعطيني اتجاه معاكس او اشاره انعكاسيه، يعني اذا السوق هابط نتوقع اختراق بالاتجاه الصاعد. ليش عم اقول لكم على اذا بدكم او ليش عم دور على هذه النقطه بالذات، وليش هذه المحاضره فقط رح اتكلم فيها على الترند لاينز؟ لانه اذا في حال نحن على الرسم البياني دخلنا ترند لاينز على اليورو دولار بمرحله اذا بدكم واضحه، خلينا نرفع شوي خطوط، إذا خلينا هول الرسوم واضحين عندي وعلى رسم بياني، ممكن بيوم من الأيام نستفيد منهم. يعني عندي ترند لاين على سبيل المثال، رسمت أول نقطة اللي هي هذه الكمة، وتاني نقطة، وتالت نقطة، ممكن بالمستقبل عند اختراق اليورو دولار على سبيل المثال، عم بعطيكم مثل اختراق اليورو دولار ووصوله إلى هذه النقطة، ممكن نرجع ننتظر ونعرف أنه ممكن يكون عندي إشارة معاكسة أو خلينا نقول شمعة ارتداد للاتجاه الهابط، لانه عارف انه انا بالسابق كان عندي نقطه مقاومه على هذا الخط، وهذا الخط اللي ممكن نوصل له ايضا ممكن نشهد بعض التراجع وخطوط المقاومه بقربه. هلا اللي عم جرب اوصل لكم اياه، اذا انا عندي رسم بياني على سبيل المثال، خلي الخطوط المقاومه موجوده. ابرز واشهر خطوط الدعم والمقاومه هي المثلثات. المثلثات او الترينجلز على طول بتكون بالموجه الرابعه. للأشخاص اللي منكم ما بيعرفوا شو يعني الموجة الرابعة وبحللوا موجات إليوت، بكل بساطة بقدر أقول له الانخفاض بيبقى على شكل خمس موجات، 1-2-3، الموجة الاندفاعية الضخمة، الموجة الرابعة على شكل مثلث، ومن ثم الموجة الخامسة، تمام؟ هلأ الموجة الرابعة لما تكون على شكل مثلث بعرف أنه أنا يليها انخفاض بالموجة الخامسة، هذا إذا الاتجاه العام هابط. والعكس صحيح، إذا الاتجاه العام صاعد، اوكي، عم نتكلم على الموجة الرابعة تكون مثلث ولكن بالاتجاه الصاعد، يعني 1-2-3-4 على شكل مثلث بهذا الشكل، ندخل بمرحلة افقية ومن ثم اختراق الموجة الخامسة. فكل الاشخاص بمجرد ما شافوا امامهم هذه المنطقة الافقية اللي هي بشكل مثلث من وراء خطوط الدعم والمقاومة، هذا بيعني انه ممكن توقع اختراق من وراء انتهاء طبعا مرحلة افقية بامتياز داخل هذا المثلث، اوكي. هلا اللي بدي اجرب اوصلكم اياه نقطه اخرى هي خطوط الدعم والمقاومه، وانما بانفاق او تشانلز ميل على انخفاض وعلى ارتفاع. يعني بدايه الموجه، تمام، بدايه الموجه صار لي فتره بدخل صفقات تضرب ستوب صفقات وبعدين بتروح الاهداف. شو رايك المشكله بشكل عام؟ المشكله رح نتكلم عليها، مشكله الستوب هانت اذا بدك او لمس وقف الخساره، هي عندك مشكلتين. يا اما اول مشكله هي عرض وقف الخساره بالمكان الخطا، تمام، هيدا اولا. وقف الخساره لازم يكون معروض بمنطقه حساسه جدا كرمال لما نقدر نتعرض لوقف الخساره او ستوب هانت او يتصيد السوق وقف الخساره اللي انا عارضه، هيدا اولا. ثانيا انت عم تتداول بمرحله افقيه، تمام، لما يكون عندي على سبيل المثال مرحلة أفقية على هذا الشكل على شكل مثلث خلينا نقول، وأنا عم بتداول ضمن هذا المثلث، إذا في حال بدي أدخل بهذه النقطة مع وقف خسارة القمة رح يتم لمسه، وإذا بدي أدخل بمركز بيع مع وقف خسارة القاع رح يتم لمسه، تمام. فبغض النظر عن نقطة دخولي، لأنه عندي تقلبات بالاتجاه الصاعد والهابط بهذه المرحلة الأفقية، أوكي، طبعا الوقف الخسارة عم يتم لمسه أكثر من مرة. فالمراحل الأفقية اللي بيدخل فيها المستثمر والمضارب، يا أما بده يعرض الوقف الخسارة بأماكن حساسة، ممكن يستعمل بارابوليك أس إي آر. بارابوليك أس إي آر هو مؤشر، نضغط على الإنديكيتورز، نضغط على الترند، بارابوليك أس إي آر، نضغط أوكي، بيجيني نقاط زرق من تحت ومن فوق او سود او حيالله لون كان، طبعا على رسم البيان او على التايم فريم المعين انا عم بدخل عليه. على سبيل المثال على 4 ساعات عطيني شراء على اليورو دولار مع وقف خساره هذه النقطه، على رسم البيان اليومي اوكي او الاسبوعي عطيني مراكز بيع مع وقف خساره النقطه فوق السعر. فبكل بساطه ممكن استعمل بعض المؤشرات او الانديكيتورز اللي بحددوا لي نقاط حساسه لوقف الخساره. وانما ما في شك انه السوق عم يشتغل بكومبلكس ويف. شو يعني بكومبلكس ويف؟ يعني بنقاط واضحة جدا انه هي نقاط خلينا نقول افقية، ولو حتى اتجاه عم صاعد او هابط. يعني عم تلاحظوا اليورو دولار باخر فترة هو باتجاه عم هابط، عم نسجل كعان وقمم اوطى من بعض البعض، تمام.
قمم أوطن بعض البعض على اليورو دولار، وقعان أوطن بعض البعض، يعني عندي اتجاه عام هابط. ولكن الأشخاص اللي عم بيدخلوا بمراكز بيع ممكن يخسروا، لأنه عم نشهد ارتفاعات مفاجئة لليورو دولار، وأيضا اللي عم بيدخل بمراكز بيع عم بيؤدي، إذا بتكون السوق إذا بالتقلبات يعني اللي عم نشهدها عم بتؤدي إلى مخاطر مرتفعة بالنسبة للأشخاص اللي دخلين مراكز بيع ومراكز شراء، لأنه السوق عم بيؤدي إذا بتكون أو عم بيسجل موجات اندفاعية سريعة جدا بالاتجاه الهابط والصاعد بشكل مفاجئ. فلكل الأشخاص اللي حابين إنه يدخلوا باليورو دولار خليهم يستعملوا أقله الكمم لوقف الخسارة أو الكعان لدخولك بمراكز شراء، كرمال تقدر تكون عم تستعمل هيلز أند باتمز أو هيلز أند توبس للتداول بشكل آمن. ما في شك إنه السوق أصعب، ما في شك إنه سوق الفوركس عم يدخل بكمبلكس ويفز بموجات معقدة، فبهذه الحالة من المتوقع إنه المضارب يشهد بعض الصعوبات اللي طبعا ممكن يجوها بسوق الفوركس، وطبعا هذا الشيء بيؤدي اذا بتكون الى زياده المخاطر او زياده خلينا نقول خسائر بكل بساطه. فاللي عم جرب اوصل لكم اياه انه جربوا انقلوا التجربه اللي هي المضاربه خلينا نسميها او السكالبينج الى تجربه حقيقيه على المدى الوسط للطويل، كرمال تنقلوا اذا بتكون المخاطر من مخاطر مرتفعه لمخاطر اذا بتكون متقلصه او اقل من المخاطر اللي عم تواجهوها بشكل عام. يعني اذا بدي انقل عرس مبين اسبوعي ويومي بالنسبه للتايم فريم استاذ زياد، عرس مبين الاسبوعي واليومي ممكن تعمل دراساتك للرسم البياني وتشوف الاشاره المتوقعه على اليورو دولار او على الذهب او احيانا عمله معينه، وانما نقطه دخولك ممكن تكون عرس مبين الاربع ساعات وحتى الساعه. هلا بالنسبه للشموع اليابانيه للانجولفينج باترن والبيرسينج باترن وكل الانماط اللي ممكن نكون عم ناخذها بعين الاعتبار، ما في شك انه نحن بدنا ناخذها على رسم بياني اربع ساعات وما فوق. ما فينا ناخذ نمط احتوائي او خلينا نقول انجولفينج باترن او نمط ثاقب بيرسينج باترن او خلينا نقول شمعه مطر او مثل ما هلا شاهدنا على اليورو دولار، غير ما يكون عندي اذا بتكون رسم بياني اربع ساعات وما فوق، كرمال لتكون الشمعه جديه وعم تعطيني اشاره واضحه متمكن منها ممكن استعملها. اوكي، هلا اللي بتكون تعملوه بكل بساطه هو الدراسات دقيقه جدا بالنسبه لا اولا الرسوم البيانيه اللي بتكون تدخلوا فيها. اوكي، رسوم البيانيه، يعني اذا في حالك تدخل مراكز بيع على اليورو دولار، شو رايك انك انت تدخل ايضا على استرليني دولار؟ شو رايك تدخل على الاسترالي دولار؟ تاخذ فكره عامه عن العملات الرئيسيه باجمعها ما قبل اختيار العمله الرئيسيه اللي بدك تدخل فيها. يعني اذا في حالك انت تتوقع تراجع لليورو دولار مقابل الدولار الامريكي، لليورو مقابل الدولار الامريكي، يعني ضعف لليورو دولار، طب من المتوقع انه العملات الرئيسيه الاخرى تكون ايضا اعطتك اشاره بيع. وانا ما في حال شايف اليورو الاسترليني ارتفاع، الاسترالي ارتفاع، نيوزيلندي ارتفاع، كل العملات الرئيسيه وايضا الذهب ارتفاع، طب انت ليش داخل بمركز بيع على اليورو دولار؟ طب هل يا ترى تتوقع انه انت العلاقات العكسيه موجوده بين العملات الرئيسيه؟ ممكن، ولكن ما 100% باتجاه معاكس، يعني مستحيل انك تشهد ضعف لليورو دولار 200 او تراجع لليورو دولار 200 او 300 نقطه وارتفاع للاسترليني 200 او 300 نقطه. ممكن تراجع لليورو دولار 200 او 300 نقطه وتراجع للاسترليني 100 او 150 نقطه. فمن المفروض انه الاتجاه العام للعملات الرئيسيه باجمعها تكون اتجاه عام واحد. فهذه هي النقطه الاولى اللي لازم تاخذها بعين الاعتبار. النقطه الثانيه هي الاكزوتيك كروسز، يعني اذا في حال انت عم تنظر لرسم بيانات اليورو دولار بتدخل على كل الازواج الرئيسيه اللي هي تتضمن يورو دولار كعملة أساسية، يعني يورو أسترالي، يورو نيوزيلندي، يورو استرليني، أوكي، يورو ين، كل هول الفوركس أو الإكزوتيك كروسز أو الأزواج الرئيسية اللي موجودة عندي اللي هي بتبتدي باليورو دولار، إذا ممكن تكون عم تاخد إشارات بيع منها، هيدا بأكد للسيناريو المفترض البيع اللي أنت عم تتوقعه على اليورو دولار، تمام؟ هلا بالنسبه لهول الامور، هي هول الامور فقط يعني معلومات عامه، بعرف انه ممكن ما تكونوا عم تستفيدوا منها، ولكن انا اللي بدي اقول لكم اياه انه خطوط الدعم والمقاومه بالاضافه الى مؤشرات وشموع يابانيه على خط المقاومه اوكي او الدعم ممكن ناخذ منها اشاره واضحه. على سبيل المثال اليورو دولار على هذه المستويات بالضبط حصلنا اذا بدكم او شاهدنا على اشاره انعكاسيه اللي هي اشاره خلينا نقول شمعه مطرقه، تمام، شمعه المطرقه على خط مقاومة مثل هذا الخط الرئيسي اللي أصلا شهدنا عليه 3 أو 4 ملامسات أو احتمالات أو محاولات للاختراق وما قدر اليورو دولار، من المتوقع أن نشهد تراجع بسيط، تمام؟ هلأ أنا من الشق التقني
بحبز وبفضل انه يكون في عندي بعض التحاليل التقنيه لاليوت ويف او موجات اليوت كرمال اعرف اذا انا بموجه اندفاعيه او موجه تصحيه. وهذا الاهم، اختيارك انت للموجات وخلينا نقول دراسه الموجات او ارتفاع او انخفاض السوق بتفرق من شموع يابانيه لاخرى. اذا عم نشهد اذا بدكم موجات اندفاعيه، يعني عم نشهد موجات على هذا الشكل، ارتفاع الموجة رقم واحد، اثنين التصحية، الثالثة الاندفاعية، رابعة أفقية بامتياز، وارتفاع الخامسة. وإنما الموجات التصحية عم بتكون كيف بأي شكل؟ عم بتكون بشكل تذبذب أفقي ضخم، تمام؟ ليكو هذه المرحلة أو هذا الارتفاع اليورو دولار، ليكو التقلبات، أوكي؟ شوفوا هذا الارتفاع أي بي سي، أوكي؟ وعطول ثلاث موجات تصحية أو ارتفاع ثلاث موجات بشكل ثلاث موجات، هذا بيعني إنه موجات تصحية أفقية. خلينا ندخل في البداية على الأسترالي كندي. أستاذ أنتو أسترالي كاد أيو دي كاد، شو السيناريو المفترض على الأسترالي كندي؟ ليكو المرحلة الأفقية اللي دخل فيها، ليش ممكن تختار مرحلة أفقية بامتياز على رسم بياني معين، أوكي؟ ويكون عندك إذا بدك بعض التحليل التقنية. هلأ ما في شك أنه هيدا أول سيناريو إيجابي لأنه positive، يعني لأنه عم نتداول فوق خط المقاومة اللي موجود عندي إذا بدكم على رسم بين الأربع ساعات. هيدا بالنسبة للأسترالي كندي. إنما الأمور الأخرى هي ممكن يكون عندي إذا بدكم موجات تصحية بشكل ABC، هذه double bottom أو قاع مزدوج، عندي ABC أوكي اللي هي 1 أوكي وخطوط مقاومة ضخمة جدا. طيب خلينا نحدد هذه المنطقة على إنه هي منطقة مهمة جدا، منطقة الصفر 94.70. اختراع هذه المنطقة رح تعطيني سيناريو إيجابي على المدى الوسط للطويل، وطبعا المحافظة على هذه القمة بتعطيني إذا بدكم إشارة وضغوطات سلبية أكثر وأكثر لاتجاه عام الهابط، تمام؟ حددنا منطقة على إنه نحن حددنا هذه المنطقة على إنه نحن بمنطقة أفقية أولا، أوكي؟ وعم نتداول قرب مستويات مهمة جدا. هلا نقدر نرجع ندخل على رسم بياني يومي أو على رسم بياني أسبوعي ونقدر نحدد شموع يابانية معينة وهيكلية شموع اليابانية ونشوف إذا عندي بعض الإشارات. أوكي رسم بيان أسبوعي ويومي، ما عندي أي إشارات المهمة أو الواضحة جدا ممكن ناخذها بعين الاعتبار. أوكي بالنسبة لرسم بيان الأربع ساعات، أوكي في بوناتشي من آخر كم لآخر قاع عم نتداول كل مستويات 88.2%. هذه المستويات الأخيرة لا السيناريو السلبي إذا في حال بعدنا بالضغط السلبي. اختراق مستوى 0.94.80 أكيد راح يكون عندي سيناريو إيجابي، وأكيد نتوقع قوة الأسترالي مقابل الكندي. هلأ بالنسبة لنا ارتفاع الأسترالي مقابل الكندي هيدا الشيء بيدعم نظريتنا اللي دخلنا فيها أو تكلمنا عليها بجلسة صباحية اليوم. كنا تكلمنا على أنه الدولار الكندي من المتوقع تكنة اتجاه الهابط، صح ولا لا؟ الدولار الكندي انتم عارفين ان احنا الوحيدين اللي كنا مدخلين امر معلق بالبيع على مستوى 134.40 وتوقعنا الانخفاض. فاذا في حال على المدى الوسط للطويل عم نتوقع ضعف للدولار مقابل الكندي، يعني الكندي رح يقوى على العملات الرئيسيه الاخرى. هذا بيعني انه ممكن الاسترالي يضعف امام الكندي. فالمحافظه على هذه المقاومه استاذ انتو على هذه المستويات ما في شك انه ممكن نرجع نشهد بعض الضعف، وانما هذا السيناريو الاخير او وقف الخساره بده يكون اغلاق شمعة فوق خط المقاومة، وهذا اذا بتكون سيناريو اكثر من رائع، اوكي، على انه انت تحترم وقف الخسارة وانك انت تقلص المخاطر، انك انت تعرض وقف خسارة مش على مستويات محددة، انك تعرض وقف خسارة او تغلق مركز اللي داخل فيه اذا في حال اغلقت شمعة فوق خط المقاومة او تحت خط الدعم، ساعات السيناريو تبعك بيكون سيناريو خاطئ. اوكي هذا بالنسبة للأسترالي كاد. بالنسبه للكندي دولار طبعا بعدنا بمراكز بيع ونتوقع تكمله اتجاه الهابط. هلا نحن دخلنا امر معلق بالبيع على مستوى 133.90، اذا في حال ارتفع السوق لهذه المستويات راح نكون عم نعزز مراكز البيع وندخل مراكز بيع. هذا امر المعلق اللي هو سلمت اوردر على اليو اس دي كاد، اوكي يو اس دي كاد امر معلق بالبيع على مستوى 133.90، اذا في حال فاجئنا بارتفاع مفاجئ للدولار كاد راح ندخل بمراكز بيع. الباوند دولار امر معلق بالشراء.
اما بقول لك بشراء بعيد شوي، اوكي. كنت عم بتكلم على سيناريو ضخم اليوم بجلسه صباحيه، وكنا دخلنا على رسم بيان الاسبوعي للاسترليني دولار، وكنا قلنا انه نحن من الرسم بيان الاسبوعي كنا اخذنا فكره عامه عن الاسترالي دولار على الاسترليني، وقلنا انه هذا النفق الميل على ارتفاع هو اول موجه تصحيح ويف اي، بيج ويف اي، ومع انخفاض الاسترليني دولار بهذا الشكل، اوكي، ممكن يكون عندي تثبيت بيج ويف بي، ولكن ما في شك انه ممكن هذه المنطقه تكون ما انتهت. ليش؟ لانه منطقه فيبوناتشي من باخذ بعين الاعتبار من اخر قاع لاخر قمه على فيبوناتشي، تمام، فيبوناتشي ريتريسمنت، مستوى ال 76.4% ممكن نتلامس معه ما قبل التاكد على انه نحن انتهينا من الموجه بي او ويف بي. فانا بعد عندي هذه المنطقه هون اللي هلا حددتها باللون الاصفر، هي منطقه مهمه جدا لاسترليني ممكن يتلامس معها، وملامسه مستوى 76.4% اللي هي عند مستوى 121 ما قبل الارتفاع. فانا شو دخلت امر معلق بالشراء على مستوى 121 20 121 20، اذا في حال انخفض السوق بشكل مفاجئ فلاش كراش، اوكي، رح اذا بدكم نكسب انه ندخل مركز شراء على القاع، مع وقف خساره طبعا رح يكون تايت، لانه انخفاض 1000 نقطه الاسترليني ما في شك انه هذا شيء انهيار او شيء ضخم جدا. استاذ زياد، اوكي يلا رح نتكلم. استاذ محمود، الجي بي بي جي بي واي او الكريزي كروس، خلينا نمر عليه قبل ما نكفي حديثنا. جي بي بي جي بي واي او الكريزي كروس، بالمبدا انا عندي سيناريو ايجابي على استرليني ين، والاغلاق فوق خط المقاومه اتوقع تكمله اتجاه الصاعد، ومن وراء ريتست. الريتست اوقات الانتحار رح تكون على هذا الخط قرب مستوى 146.38. اذا في حال انخفض السوق الى هذه المستويات نتوقع انه ممكن نرجع نشهد اذا بدكم بعض الاشارات الشراء على استرليني ين، اوكي، كريزي كروس. وانما على رسم بين الاسبوعي ما بدي اخوفكم، ولكن انا مضطر انه اعمل تحاليل تقنيه على رسم بين الاسبوعي، وباخذ معي الاعتبار هذه الموجة الاندفاعية من اخر قمة لاخر قاع. توقعنا انه هذا الارتفاع هو على شكل مثلث ميل على ارتفاع اللي هي بالموجة تلقب ويف اي، اول موجة تصحية او ويف دبليو خلينا نسميها، اوكي. دخولنا بهذه المرحلة الافقية الميلة على الانخفاض وملامسة مستوى ال 61.76.4% هي تلقب ويف اكس، ومن المتوقع ارتفاع لويف واي لملامسة مستوى 161 على استرليني ان او على الكريزي كروس. فهلا هيدا عم نتكلم على رسم بين اسبوع، هيدا الشيء ما بيعني انه ممكن ما نشهد تراجع وموجات تصحيح بسيطه، ممكن بكل بساطه نرجع نتلامس مع مستوى او خط الارتفاع اللي هو عن مستوى 146 40 146 30، وهذا الانخفاض ما قابل تكملة اتجاه الصاعد. ولكن ما في شك انه الارتفاع لا استرلينيان ولا كريزي كروس متوقع بالجلسات القادمة، تمام. هذا بالنسبة للجي بي بي جي بي واي، اوكي. في طريقة معينة لاكتشاف الحيتان بالسوق او للهاتش فاندز او للبنوك المركزية الضخمة اللي اخدين اتجاهها، تمام. على طول بداية الترند، بداية الترند استاذ زياد، الترند اللي عم نتكلم عليها او كيف ممكن تحدد اتجاه العام اللي داخل فيه الهاتش فاندز او البنوك المركزية الضخمة كرمالها تدخل معها، يعني كيف ممكن انت تعرف اذا في حال داخلين مراكز شراء اما بيع على اليورو دولار او على اسعار ذهب او العكس صحيح. بتنتظر اول 4 أو 5 شهور من السنة، يعني في بداية سنة 2019 جانوري فبروري مارش ابريل شهر الرابع، يعني شهر القادم هو اول 4 شهور كرمال للشركات الضخمة تتمركز بدخولها ايضا بصفقات على المدى على الامد الطويل او كرمال لتاخذ اتجاه عام واحد. فبكل بساطه على رسم بين الشهري او الاسبوعي بتنتظر بشهر ابريل، ب10 ابريل او بنص ابريل، يعني نص شهر القادم، اوكي، السوق بده ياخذ اتجاه، بده يبتدي بارتفاع يا اما 200 او 300 نقطه بالاتجاه الصاعد يا اما 200 او 300 نقطه بالاتجاه الهابط. وهنيك اول موجة اندفاعية بنشهدها على السوق بشهر 4 بيكون هو تلميح على انه الاتجاه العام لخلال السنة كلها راح يكون هو الاتجاه المحدد اللي شهدناه امامنا، تمام. شو يعني؟ يعني شهر القادم بنشوف اليورو دولار، بنراقب اليورو دولار، اذا شهدنا موجة انخفاض لليورو دولار من مستوى 113 لل 109 اول موجة تصحيح بالاتجاه المعاكس مدخل مراكز بيع وبنمشي بالاتجاه العام الهابط، ونتوقع ان اليورو دولار من هلا لاخر السنه يكون عم بيزور مستويات 0.99 و0.97،
والعكس صحيح، اذا اليورو دولار خلال الشهر القادم او بنص الشهر القادم شهدنا موجة ارتفاع لمستوى 117 او 118، اول موجة ارتدادية وتصحيحية بالاتجاه الهابط رح ندخل بمراكز شراء لزيارة وملامسة مستوى 130 و 135. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تشهدها، لانه مؤشرات الفوليوم ومؤشر المومنتوم اللي هو مؤشر الزخم ومؤشر الفوليوم اللي هو عدد المتداولين او عدد فريق الثيران والدبب اللي هي بولز باور اند بيرز باور ليست صحيحة وليست دقيقة جدا او منا خلينا نقول حساسة، لانه كل هاتش فاند او كل بنك مركزي عنده ارقامه الخاصة. انت مش من الممكن انك تجمع هذا الرقم باجمعه البنوك المركزية باجمعها كرمال تعرف الفوليوم او حجم التداول اذا هل يترى هو شراء ام بيع. تمام، ممكن تاخذ رقم هاتش فاند واحد او بنك مركزي معين، وهذا الشيء منه سامبل او منه عينة عن السوق باجمعه. هيدا بالنسبة لهذه النقطة. استاذ سمير رح نمر على طبعا اوكي، استاذ ابو قاسم عم بتقول انه المقاومة والدعم لا تحترم شيء. بالنسبة للاشخاص اللي بتابعونا بشكل يومي، انتم بتعرفوا انه نحن بنقوم بتحاليل تقنية على باستعمال موجة اليوت بالنسبة لفيبوناتشي، بالنسبة لمعظم الاستراتيجيات التداول المتقدمة، وقليل جدا نستعمل خطوط الدعم والمقاومة. ولكن بوقتنا الحالي بما انه عم نشهد بعض الكومبلكس ويفز والكومبلكس ويفز والموجات المعقدة، خطوط الدعم والمقاومة اللي بقصد فيها بهذه الجلسة وليست خط الترند لاين على هذا الشكل او على هذا الشكل، اوكي يعني واحد يدخل خط دعم على هذا الشكل او هذا الشكل، طبعا لا، عم بتكلم على خطوط دعم ومقاومة باشكال بانماط باشكال، يعني عم نتكلم بمثلثات ببانلز بهذا الشكل بنفق ميل على انخفاض، عم نتكلم على خلينا نقول خطوط دعم ومقاومه بشكل مثلثات هابطه، رايزنج ويدجز فولينج ويدجز، اختراقات معينه، اعاده امتحان. هذه الانماط رايزنج ويدجز والفولينج ويدجز هي انماط بتعطيني اشارات معينه. تمام، اذا ندخل هلا على رسم او على جوجل نضغط على او نعمل سيرش على رايزنج ويدج باترن، بكل بساطة إذا ندخل على الصور أو على الإيميجز نعرف أن الرايزنج ويدج باترن هو بكل بساطة مثلث ميل على ارتفاع والاختراق من ميل التحت، مثلث ميل على ارتفاع والاختراق من ميل التحت. تمام، السيناريو عم بعيد نفسه. شو يعني؟ يعني هذا نمط يلقب بالرايزنج ويدج باترن، كل ما نشهد خطوط دعم ومقاومة بشكل مثلث ميل على ارتفاع هذا بيعني الاختراق من ميل التحت، والعكس صحيح، فولينج ويدج يعني مثلث ميل على انخفاض نتوقع الاختراق من ميل فوق، اللي هي ايضا تلقب بالرايزنج بانت والبانت يعني ورايزنج اند فولينج بانت. بكل بساطه خطوط دعم المقاومه الرئيسيه او البيسكس ما عم نتكلم عليها، عم نحكي على امور متقدمه اكثر. اوكي، بيع دولار ين بهدف 105 وامر شراء من نفس المستوى 105 اخر نهايه سنه 2018. اوكي طيب، يعني من مستوى 105 على الدولار ين عندك مركز بيع، دخلت مركز بيع على الدولار ين بهدف 105 وامر شراء من نفس المستوى 105 اخر. اوكي، يعني هجينج، طريقه الهجينج اذا بدك او استراتيجيه الهجينج الدولار ين، خلينا نقوم بتحليله بشكل اذا بدكم ضخم. بكل بساطه الدولار ين عم نشهد اذا بدكم بعض التقلبات عليه، وممكن ناخذ اشارات واضحه منه على انه نحن هلا دخلنا بالمثلث. هلا عادة من وراء تكمل من وراء اتجاه صاعد دخولنا بمثلث بهذا الشكل نتوقع الاختراق يكون تكملة اتجاه الصاعد او continuation trend، ولكن احنا لا يمكن التأكد من الاتجاه العام الا ما نحصل او ما نشهد على اختراق معين. اختراق فوق مستوى 114.90 هذه المستوى او اخر قمة تم تسجيل عندي، اختراق فوق هذا المستوى واغلاق شمعة فوق هذا الخط رح يعطيني اشارة شراء لتكملة اتجاه الصاعد. بالنسبة للهجينج او تاخذ مركزين بعكس بعض، انا ما بلاقي طريقة انسب للتداول، لانه اولا خطيرة جدا وممكن هذا الشيء يؤدي الى خسائر زيادة عن زوم، لانه بتكون انت وصلت الى مناطق معينة بتغلق مراكز الشراء وبكون مراكز البيع فيها خسارة كتير، فبترجع بتدخل مراكز شراء عن جديد، بترجع بتغلق مراكز البيع، بترجع بتدخل مراكز بيع عن جديد، مركز شراء. فالهجينج او انك تاخذ مركزين بعكس بعض، انا بلاقي انه بخلي المستثمر انه يدخل بخسائر اكثر من اللي لازم. تمام، فانك تدخل بصفقه باتجاه واحد مع وقف خساره معين، انك تحترم وقف الخساره وتعرضه بمكان حساس، انا بلاقي هيدي الطريقه الانسب. تمام، وافضل من طريقه الهجينج الا اذا في حال انت منتظر
نقطة معينة محددة إن السوق يوصلها وأنت متأكد منها، ساعتها بتغلق مراكز شراء على قمة دقيقة جدا وبتنتظر انخفاض السوق ليرجع يرد لك خسائر مركز البيع. غير هيك ما تستعمل هذه الاستراتيجية أبدا أبدا أبدا. أوكي، بالنسبة لنا لكن أسعار النفط، ممكن تحليل النفط. النفط ما في شك إنه عندي خطوط دعم ومقاومة، ومع انخفاض هذه الموجة الاندفاعية اللي شاهدناها على أسعار النفط بويف 1-2 ويف 3 دخلنا بمثلث واضح بمرحلة أفقية ويف 4 وانخفاض ويف 5. هلأ نحن بارتفاع ثلاث موجات صحية ABC، تمام؟ هلأ وين ممكن تنتهي ABC؟ بكل بساطة لازم نستعمل على سبيل الأربع ساعات خطوط دعم ومقاومة، نعمل زوم أوت لبرا، نستعمل هذا الرايزنج ويدج أو خطوط الدعم أو المقاومة من فوق على القمة، ونتوقع أنه هذا المستوى المنتظر عند ملامسة خط المقاومة قرب مستوى 59-40 هو الخط المنتظر لبداية ضعف الزخم الارتفاع أو المومنتوم اللي موجود عندي على أسعار النفط. فأتوقع أنه هذه المستويات المنتظرة، وأيضا باستعمال فيبوناتشي من آخر قمة لآخر قاع، مستوى 161% منتظر لا إذا بدكم على مستوى 59-90. خلينا نعمل زوم إن لجوا شوي، ناخد فيبوناتشي من آخر قمة لآخر قاع، الهدف عندي هو مستوى 161.8 اللي بسائب قرب مستويات 59-50، تمام؟ 59-54 هذه المستويات منتظرة، يعني ارتفاع بعد 50 نقطة لأسعار النفط ما قبل التفكير بمراكز بيع وإشارة انعكاسية بالاتجاه الهابط، تمام؟ هيدا بالنسبة لأسعار الدهن. أوكي لا أنا فهمت قصدك، بس أنا كنت يعني فهمت عليك أنك داخل بمركز شراء وبيع على الدولار ين بنفس الوقت، تمام؟ لا بس بالمبدأ طبعا الملاذ الآمن ين بعده ملاذ آمن، ولكن من المتوقع أن الدولار الأمريكي لما نشهد إذا بتكون موجات اندفاعية وخلينا نقول موجات ارتفاع على الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، يعني الدولار الأمريكي لما نشهد إذا بتكون أو لما نشوفه عم يقوى على الين الياباني، والين الياباني تعتبر من العملات الملاذات الآمنة، فبكل بساطة بحكم أنه اقتصاد اليابان هو من أفضل الاقتصادات وليس لديها دين خارجي، وإنما الدين هو فقط داخل اليابان، فهذا الشيء بصنفها من الدول الكبرى اللي هي اقتصادها من أفضل الاقتصادات. ولما نشوف أنه الدولار الأمريكي عم بيقوى على الين الياباني، هذا يعني أنه الدولار الأمريكي بموجة اندفاعية ضخمة بالاتجاه الصاعد، وهذا الشيء بيؤدي إلى ضغوطات سلبية على العملات الرئيسية مثل اليورو وأيضا المعادن والسلع مثل الذهب والنفط. ولكن بعد ما عم نشهد هذه الموجة إذا بتكون ضخمة على الدولار ين، عم نشهد نفق ميل على ارتفاع، عم نشهد إذا بتكون ارتفاع بسيط وطفيف بهذا الشكل رايزنج إذا بتكون شانل على الدولار ين، ومن المتوقع أن نرجع نستهدف مستوى 112.60 مستوى 112.80 قبل ما نرجع نفكر بمراكز بيع على الدولار ين. وأنا ما الشيء اللي خلى المستثمرين أنه يدخل باتجاه أو خلينا نقول بشكل يعني معاكس على الدولار ين، أو خلينا نقول يرجع يغير رأيه، هو هذا الانخفاض من القمة مستوى 114، انهيار ضخم لمستوى 104. أوكي، هذا الانهيار الضخم عطى إشارة سلبية لمعظم المضاربين، وإنما توقع أن من وراء هذه الموجة التصحية تكملت اتجاه الهابط، وإنما هذا النفق الميل على الارتفاع والموجة التصحية طولت بعض الشيء ووصلنا إلى مستويات لا يمكن إذا بدكم التراجع عنا، ونتوقع ممكن بعد موجة اندفاعية أخيرة. بالنسبة لموجات إليوت، رح نكون عم نسجل إذا بدكم موجات إليوت أو جلسات على موجات إليوت أونلاين، ولكن إذا بدكم الشهر القادم إن شاء الله. هلا عندي بعد نهارين بعشرين الشهر، بتمنى تكونوا موجودين لكل الأشخاص الموجودين. هلا رح أتكلم على مؤشر الإيشي موكي. إذا بتدخلوا على صفحة تكمل عربية على فيسبوك، في عندي رابط إذا بتدخلوا بتسجلوا عليه، طبعا هو مجاني اوكي على الجو تو ويبينار، هو بتضغطوا عليه بياخذكم على صفحه اخرى بتحضروا الويبينار المسجل، راح يكون لايف طبعا. مؤشر الايشي موكي المؤشر الياباني مهم جدا جدا جدا، راح اشرح لكم كيفيه الاستفاده من هذا المؤشر الايشي موكي عم تشوفوه هلا امامكم. دخلت مؤشر الايشي موكي، كيفيه الاستفاده من نقاط دخول وخروج، من وقف خساره، من تحديد الاتجاه العام، وكثير مؤشرات ما بيعطوني هذه اذا بدكم الهيكليه اللي عم يشرح لي فيها الايشي موكي. السعر بكل بساطه من وراء الشيكو سبان، من وراء الغيمه، من وراء المتوسطات المتحركه، من وراء هيكليه هذا المؤشر والنمط الياباني. أوكي، فبكل بساطة تسجلوا بعد يومين
ب20 أدار ب20 الشهر يعني بعد نهارين الساعة 6 أو 7 بتوقيت السعودية، 6 بتوقيتنا الحالي يعني هلأ، يعني بعد نصف ساعة هلأ الساعة 5:30 أنا عندي تقريبا 5:30 يعني بعد نصف ساعة الساعة 6 بعد نهارين الساعة 6 بهذا التوقيت أوكي رح تكون مباشرة مباشرة الويبينار ونشرح فيه مؤشر الإشي موكي. بتمنى تكونوا موجودين وطبعا تتابعوا هذه الجلسة اللي هي طبعا مجانية أيضا. أنا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا بهذه الجلسة، نورتوا طبعا الجلسة، وأنا بشوفكم جلسة صباحية غدا مباشرة من صفحة تكمل العربية. كان معكم المحلل التقني جزاف ظهرية، إلى اللقاء.